أكدت الدكتورة فريدة الحوسري المتحدث الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تظهر في مختلف مناطق العالم تشكل خطورة عالية على المجتمع خصوصا لغير المطعمين، كما أكدت أنه تم رصد ارتفاع في حالات الإصابة في الدولة خاصة بعد إجازة عيد الفطر المبارك. يتم رصد ومتابعة المتحورات في الدولة بشكل مستمر للتعرف على آخر التطورات وتأثيرها على الحالات، كما نتابع تأثير هذه المتحورات على فعالية التطعيمات المختلفة. وهنا نود التأكيد بأن التحورات تشكل خطورة عالية على المجتمع وخاصة لغير المطعمين، لذلك فإننا نهيب بأفراد المجتمع الغير المطعمين ضرورة أخذ التطعيمات والتي هي متوفرة في كافة المراكز الصحية. في الفترة الماضية تم رصد ارتفاع في حالات الإصابة في الدولة وخاصة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والذي كان ناتجا عن عدة أسباب، أحدها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكثرة التجمعات. ولذلك فإننا نهيب الجمهور الكريم مع اقتراب موسم الإجازات وقرب عيد الأضحى المبارك بضرورة الالتزام بالإجراءات لحماية أنفسنا وعوائلنا ومجتمعنا.